منذ اليوم الأول من الحراك الثوري السوري وتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في روجافاي كردستان كان بمثابة بعدين، الحفاظ على أو إبداء شكل أقوى من التنظيم المجتمعي في روجافا وتحويله إلى مؤسسات فاعلة ومؤسسات متفاعلة من أجل الوصول إلى غاية التغيير. والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال ما قامت به الذين شكلوا الإدارة الذاتية الديمقراطية والذين اعتقدوا بها واعتنقوها كفكر وكنظرية من أجل التحول الديمقراطي ومن أجل التغيير، كانت هذه الأمور بمثابة إعادة هيكلة وإعادة مؤسسة وإعادة تنظيم وإعادة تفعيل المجتمع. يا نهار اسود ما بيجمعش، ايه ده السلوك اللي عنده؟ دخلت كلها على بعضها، مخه بقى فافاه وجزمته بقت في دماغه.